اللي عم بيقولوا انه انا قلت الترجي والاهلي وما بقى. انا كمان مش حاكي عن هذا الموضوع. قالوا عنها انها بتعرف الغيب وان قالت فريقك هيكسب يبقى اكيد هيكسب. بسببها توترت جماهير النادي الاهلي وبقوا في حيره من امرهم ايه اللي هيجرى في مباراه اللقب. كلامي هنا عن العرافه الشهيره ليلى عبد اللطيف. ايه حكايه ليلى بالظبط وايه اللي قالته على النادي الاهلي؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. على قد ما كانت الجماهير الأهلاوية متحمسة لمباراة فريقهم مع نادي الترجي التونسي، على قد ما برضو كانوا قلقانين من تصريحات منسوبة للعراف الشهيرة ليلى عبد اللطيف ودعا مصير ناديهم في المباراة الأهم، مباراة بطولة دوري أبطال إفريقيا ضد نادي الترجي التونسي. ليلى قبل المباراة بساعات نشرت ليها مواقع تونسية تصريحات بتتوقع فيها خسارة النادي الأهلي وفوز نادي الترجي التونسي بالبطولة، وأكدوا إن كلام العرافة دايماً ما بيتصدق، وبدأوا يطمنوا جمهور ناديهم نادي الترجي التونسي وفي نفس الوقت يقلقوا جماهير النادي الاهلي وكل مشجع رياضه في مصر. لكن ليلى عبد اللطيف طلعت وردت على الكلام ده وقالت في فيديو توضيحي نشرته على صفحتها على اليوتيوب ان الحكايه في لغز. قالت انها عمرها ما صرحت بصراحه مين اللي هيفوز في مباراه النادي الاهلي والترجي، وان كل ما يقال عن توقعها بخصوص تتويج الفريق التونسي غير صحيحه. حكيت انها قالت نصا ان هي قالت ان فريق مصري هيحصد لقب مهمة وهتخرج الجماهير المصرية للاحتفال. الاكثر من كده انها اكدت انها اهلاوية وان شاء الله الاهلي البطل، وقد كان ده اللي حصل فعلا وتوج النادي الاهلي باللقب القاري. كده تكون ليلى عبد اللطيف ردت على الموضوعات المنسوبه ليها بخصوص انتمائها للفرق المنافسه للنادي الاهلي وبرده عن توقعها بخساره النادي الاهلي في البطوله الاهم ليه الفتره دي. وبعد الفوز التاريخي للنادي الاهلي النهارده كده بقى الفريق الاهلي اول فريق في تاريخ دوري ابطال افريقيا يحقق لقب البطوله، وده مع استقبال مرمى هدف واحد فقط، وده بعد فوزه على الترجي بهدف دون رد. فاز فريق الكره الاول بالنادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد خلال المباراه اللي جمعتهم مساء يوم السبت، وده باستاد القاهره في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. سجل هدف الاهلي لاعب نادي الترجي نفسه، سجل الهدف بالخطا في مرمى. اللاعب اللي سجل الهدف هو روجيا هولو مدافع الترجي، وسجله تقريبا في الدقيقه الرابعه من عمر المباراه. من ضمن مظاهر الفرح حرص لاعب النادي الاهلي على ارتداء قميص خاص مسجل عليه رقم 12 وعدد مرات التتويج باللقب دوري ابطال افريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد. واحده برضو من اللقطات المهمه اللي اكيد يهمكم تعرفوها هي عن النجم مصطفى شوبير حارس مرمى الاهلي واللي نجح في الحفاظ على نظافه شباكه للمباراه التاسعه على التوالي، ما استقبلش اي هدف وده من وقت حراسه عرين الفريق الاحمر في مباراته ضد شباب بوزداد الجزائري، وده ضمن منافسات الجوله الرابعه من دور المجموعات للنسخه الحاليه من دوري ابطال افريقيا. حافظ شوبير على نظافه شباكه في 9 مباريات ورا بعض بدءا من مباراه شباب بلوزداد، بعد كده ميدياما يانج افريكانز في دوري المجموعات، ثم مباراه سيمبا التنزاني في ربع النهائي، مباراتي مازيمبي الكونغولي في النصف النهائي، واخيرا مباراتي الترجي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا.